دائما ما يتولد لدينا اعتقاد ذهني يربط بين القطط والشياطين، خاصة السوداء منها. وهناك العديد من الأساطير التي رسخت هذا المعتقد، خاصة في اليابان. فالكثير من الناس هناك يعتقدون أن القطط يمكنها أن تتحول إلى شياطين بشعة، ويطلق على تلك القطط باليابانية بيكنيكو، وهي التي تعيش في مكان ما لمدة 13 عاما ويصل وزنها إلى 8 جرامات. والقطط الشياطين هو مخلوق خارق للطبيعة اشتهر في الفالكور الياباني، وهو عبارة عن قط عادي تحول إلى شيطان وحشي. وتزعم الأسطورة أن هناك قطط الشيطان يستطيع المشي على القدمين وليس أربعة، ويمكن أن يتحول ويأخذ شكل الإنسان، وأحيانا يقتل الإنسان ويتقمص هويتهم، وهو يشبه تماما القط المنزلي. وللأسطورة قصة شهيرة عن الشيطان القط، وتحكي أنه ذات يوم وقع الأمير ضحية الشيطان القط بينما كان يسير مع الجارية المفضلة له في حدائق القصر، وهي فتاة تدعى تويو. كان هناك مخلوق عجيب يراقبهم ويتخبأ في الظلام خلف الأشجار. بعد دخول الأمير القصر، تسلل القط إلى غرفة الجارية وانتظر تحت السرير حتى غطت في النوم. وفي منتصف الليل خرج القط وتحول إلى شيطان رهيب. خنق الفتاة وسحب جسدها بالخارج وحفر لها حفرة في الحديقة ودفنها هناك. بعد أن قام القط بفعلته تلك، تجسد على شكل الفتاة وخدع الجميع حتى ظنه أنها هي نفسها، وأخذ يملي نفسه بشرب دم الأميرة. في تلك الفترة كان الأميرة يشكو من مشاهدة الكثير من الأحلام السيئة، كما تعرض للشحوب والضعف بصورة كبيرة لم يستطع تفسيرها الأطباء. طلب الأميرة من حراسه أن يظلوا واقفين على بابه ريثما يسترد عافيته ويصبح قويا. فوقف الحارس على باب الغرفة الأمير، ولكن مع حلول الليل بدأ النعاس يصيبهم بشكل غريب، فحاولوا مقاومته لكن دون فائدة. كان في جيش الأمير جندي شجاع علم بأمر مرضه، فتطوع لحراسة الأمير. فلما جاء إلى غرفته وجد الحراس قد غلبهم النعاس، فحاول إيقاظهم لكن دون فائدة. وفجأة بدأ الجندي نفسه يشعر بالنعاس، فأخرج خنجرا وطعن فخذه بنفسه حتى يشعر بالآلام ولا يستطيع النوم. وكان كلما غلب عليه النوم جرح نفسه أكثر حتى يظل مستيقظا. وفي منتصف الليل رأى الجندي الفتاة الجميلة تمشي بهدوء في غرفة الأمير وهي تقترب منه، فدخل عليها وخنجره بيده فانصرفت في هدوء دون أن تنطق كلمة واحدة. ظل الجندي على باب الأمير لمدة 3 ليالي، وكان كل ليلة يطعن نفسه حتى لا ينام. وفي ذلك الوقت استرد الأمير عافيته، فحاول الجندي أن يخبره عن أمر الجارية وتسللها لغرفته في الليل، لكن الأمير لم يسمع لكلام الجندي ورفض أن يشكك أي واحد في ولاء صديقته المفضلة. ولكن الجندي لم يستطع أن ينسى أمر تلك الفتاة، فذهب إلى غرفتها في نفس اليوم وطرق بابها وقال لها أن معه رسالة من الأمير. وعندما فتحت الباب أخرج خنجره وحاول طعنها لكنها صدته بقوة، وسرعان ما تحولت إلى القط الشيطاني. فاندهش الجندي ولكنه لم يفقد عزيمته، فخاض القتال بعنف ضد القط واستطاع أن يقهره. ولما شعر القط الشيطان بقرب هزيمته انطلق هاربا من النافذة وتسلل إلى السطح ومنه إلى الحديقة، ثم اختفى في ظلمة الجبل. في اليوم التالي حكى الجندي الأمير كل ما حدث. وفي نفس الوقت بينما كان البستاني يحفر الحديقة وجد جسم الفتاة الحقيقية التي كان يعشقها الأمير، فأصاب الأمير حزن شديد وقرر الانتقام لها من ذلك القط، وأمر حراسه بمطاردته وقتله. وبالفعل عثروا عليه وتمكن الجندي الشاب الذي كشف سره من قتله وتخليص المملكة منه تماما. لايك اشتراك، إلى اللقاء.